أولاده تلاميذ الصف الثاني الابتدائي اليوم سنشرح درس من دروس اللغة العربية. يا أصحاب، من منكم يعرف ما هي ألوان عم مصر؟ أحسنتم، ألوان عم مصر أحمر، أبيض، أسود. الآن نفتح الكتاب صوت 290. نشاط رقم 1، لون علم مصر. أحسنتم. النشاط التالي، اقرأ واكتشف. صف كل كلمة بمعناها. يحمل لنا أبي كل جمعة حكاية عن أجداده. كتبت خطابا إلى صديقي العزيز. ناصرت أخي عندما اختلف مع صديقي. علينا أن نرحم ونساعد الضعفاء. يحكي لنا أبي كل جمعة حكاية عن أجدادي. ما معنى أجدادي؟ أحسنتم، والد الأب أو الأم. كتبت خطابا إلى صديقي العزيز. ما معنى العزيز يا أصدقائي؟ أحسنتم، القريب إلى قلبي. ناصرت أخي عندما اختلف مع صديقه. ما معنى ناصرته؟ أحسنتم، ساعدته. علينا أن نرحم ونساعد الضعفاء. ما معنى الضعفاء يا أصحابي؟ أحسنتم، المتعبين. والآن درسنا اليوم عن أرض أجدادي. الآن سأقرأ أمامكم النشيد مرة، وعليكم أن تنتبهوا إلى مخارج الحروف. أرض أجدادي، بلادي، أنت في قلبي، وعندي أحسن الأسماء. بأرضك عاش أجدادي، وأيضا عاشت الأبناء. زرعنا القطن في الوادي، كذا الزيتون في سيناء. وأنت عزيزة دوما، وكم ناصرت من ضعفاء. والآن بعد أن كنتم بقراءة هذا النشيد أمامكم، سنشرح النشيد معا. هنا الشاعر يا أصحابي يتحدث عن أرض أجدادي. ناصرت من ضعفاء. والآن بعد أن كنتم بقراءة هذا النشيد أمامكم، سنشرح النشيد معا. هنا الشاعر يا أصحابي يتحدث عن أرض أجدادي. ما هي أرض أجدادي؟ هي بلدي مصر. الشاعر هنا يحب بلده حبا كثيرا، فهو يقول له: بلادي أنت في قلبي. ما أحسن بلد عند الشاعر يا ابني؟ أكيد كلنا عندنا بلدنا مصر، وعنده أحسن الأسماء، وهي أحسن اسم عند الشاعر هي اسم مصر. ففي هذه الأرض عاش الأجداد. الأجداد هي والد الأب أو الأم، وأيضا عاشت الأبناء، وأيضا نعيش نحن الآن، وستعيش عليه أبناؤنا في المستقبل. وزرعنا القطن في الوادي. وادي النيل يا أحبابي كان يزرع به القطن الأبيض الجميل، وأشجار الزيتون تزرع في سيناء، فسيناء تشتهر بأشجار الزيتون. ويقول لها: أنت غالية، عزيزة، غالية علي وعلى قلبي دائما، لأنك كم ناصرت من ضعفاء. هنا كم يا أصحابي؟ ليست كم استفهامية، وإنما هنا تدل على الكسرة. وكم هنا تدل على الكسرة. كم ناصرت، كم ساعدت المتعبين والمظلومين يا بأرض أجدادي يا مصر. الآن بعد أن قمنا بشرح هذا النشيد، سأقرأ معكم النشيد مرة أخرى، وعليكم أن تنتبهوا إلى مخارج الحروف ورددوا خلفي. أرض أجدادي، بلادي، أنت في قلبي، وعندي أحسن الأسماء. بأرضك عاش أجدادي، وأيضا عاشت الأبناء. زرعنا القطن في الوادي، كذا الزيتون في سيناء. وأنت عزيزة
دوما وكم ناصرت من ضعفاء. بعد أن قمنا بقراءة هذا النشيد مرة أخرى الآن نلاحظ أمر صادق أرجو اسم أنفعل اسم أحسنتم ولماذا أحسنتم مد بالألف ومد بالياء ومد بالواو. أجدادي مد بالألف وأجدادي بها ياء تسمى ياء أحسنتم ياء ملكية. بلادي أحسنتم بها ياء ملكية وبها مد بالألف وفيها نوع مد آخر أحسنتم مد ياء. أنت أنت من منكم يخبرني أنت وأنت أحسنتم ضمائر مخاطب أنت وأنت. في ما نوع هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف جر؟ أحسنتم حرف جر. في حرف جر. قلبي بها أيضا ياء ملكية وعندي بها ياء ملكية. أحسن الأسماء أحسن 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 بها إيه؟ حرف ساكن هو حرف الحاء. الأسماء الأسماء اسم أم فعل؟ أحسنتم اسم لما لماذا؟ أحسنتم لأن بها ألف ولام. الأسماء ما نوع هذه اللام؟ لام شمسية أم لام قمرية؟ أحسنتم لام قمرية ولماذا؟ أحسنتم لأن بها حرف الهمزة ومن حروف اللام القمرية وحرف والألف واللام تنطق وتكتب. أحسنتم من منكم يخبرنا ما هي حروف اللام القمرية؟ أحسنتم ابغ حجة وخف عقيما مجمعنا في حروف ابغ حجة وخف عقيما. بأرضك عاش أجدادي بأرضك ما نوع هذه الباء؟ أحسنتم باء حرف الجر. أرضك عاش أجدادي عاش ما نوع هذه الكلمة اسم أم فعل؟ أحسنتم فعل. وما نوع هذا الفعل؟ أحسنتم فعل ماض. أجدادي وأيضا أيضا بها إيه؟ أحسنتم بها تنوين. اسم أم فعل؟ أحسنتم اسم. الزيتون لما نوع اللام شمسية أم قمرية؟ أحسنتم لام شمسية. ولماذا تنوين شمسية يا أصحابي؟ أحسنتم لأنها حرف ازاي؟ هذا الحرف من حروف اللام الشمسية والألف واللام تنطق لا تنطق ولكن تكتب تكتب ولا تنطق. في حرف جر سيناء أحسنتم اسم. وأنت وأنت أحسنتم ضمير ضمائر المخاطب. عزيزة اسم أم فعل؟ أحسنتم اسم. عزيزة بها أحسنتم تنوين بالضم. دوما أحسنتم بها تنوين بالفتح. وأم اسم أم فعل؟ أحسنتم اسم. وكم ناصرت من ضعفاء؟ كم هنا كم استفهامية؟ أحسنتم هنا ليست استفهامية إنما هنا تدل على النصرة. ناصرت من ضعفاء ضعفاء بها مد إيه؟ أحسنتم مد ألف والحرف الممدود هو حرف الفاء. الآن سلسلة. والآن يا أصحاب من منكم يستطيع أن يخبرنا ما هو مرادف أجدادي؟ أحسنتم أجدادي هي والد الأب أو الأم. أحسنتم. طيب الأبناء مفردها الابن. الأسماء مفردها الاسم. أحسنتم. زرعنا القطن في الوادي الوادي جمع الوادي. أحسنتم. الوديان والأودية. كذا الزيتون في سيناء. وأنت عزيزة دوما. عزيزة مرادف عزيزة إيه يا أحبابي؟ معنى عزيزة إيه؟ من منكم يستطيع أن يخبرنا؟ أحسنتم. عزيزة غالية. وكم ناصرتي ناصرتي ما مرادف ناصرتي؟ أحسنتم. ساعدتي. ضعفاء
ما مرادف ضعفاء، من منكم يصنع مرادف ضعفاء؟ أحسنتم وتعبير، أحسنتم يا أصحابي. والآن سنستمع إلى هذا النشيد. والآن نستمع إلى نشيد أرض أجدادي مرة أخرى. أول صورة أحسنتم، فلاح.
نشاط ب، ضعي الشال ده فوق الحرف المناسب فيه اللي كان. طباخن طباخن، ما الحرف اللي سلته مرتين وكتبه مره واحده. احسنتم، حرف الباء. نضع علي يا اصحابي الشال. خلاط خلاط، ما الحرف اللي سلته مرتين وكتبه مره واحده. احسنتم، حرف اللام. بطيخن بطيخن، ما الحرف الذي نطق مرتين يكتب مرة واحدة. أحسنتم، حرف الطاء. مقشة مقشة، ما الحرف الذي كتب مرتين ونطق مرتين وكتب مرة واحدة. حرف الشين. صياد صياد، ما الحرف الذي نطق مرتين وكتب مرة واحدة. أحسنتم، هو حرف الياء. والآن يا أصحابي نشاط رقم 5، نشاط ألف. تخيل أنك سافرت إلى بلد آخر وطلب منك أهل هذا البلد التحدث عن بلد مصر متستخدما الكلمات الآتية: قلبي، الأجداد، عزيزة. يا أصحابي في هذا النشاط نتخيل معا أننا سافرنا إلى بلد آخر وطلب مننا أصدقاؤنا هناك أن نتحدث عن بلادنا مصر مستخدما هذه الكلمات. ماذا نقول؟ قلبي، مصر في قلبي، الأجداد، مصر أرض أجدادي، عزيزة، مصر عزيزة دوما على قلبي. والآن يا أصحابي نشاط باء، اكتب بخط النسخ. اسمك يا مصر يعلو في السماء. هنا نكتب اسمك يا مصر يعلو في السماء مرة أخرى بخط النسخ الجميل. نكتب اسمك يا مصر يعلو في السماء مرة أخرى بخط النسخ الجميل. اسمك يا مصر يعلو في السماء. والآن يا أصحابي بعد أن قمنا بالإجابة على هذه الأنشطة نستمع الآن إلى نشيد بلادنا الحبيبة مصر. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.